قام وفد من لجنة تقييم المراكز الحكومية برئاسة السيد محمد علي القائد رئيس اللجنة بتسليم وتعليق الدرع الذهبي بمركز خدمة العملاء بمجمع السيف التابع لصندوق العمل تمكين. وحصل مركز خدمة العملاء بمجمع السيف على التصنيف الذهبي للسنة الثالثة ضمن برنامج تقييم ثلاثة. ومن جانبه أشاد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين بالتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمواصلة رسم السياسات ووضع المعايير التي تسهم في زيادة تعزيز البيئة التنافسية في تقديم الخدمات الحكومية، مبينا بأن تمكين تسعى دائما إلى تطوير خدماتها المقدمة عبر توفير منصات خدماتية متعددة قائمة على أبرز وأحدث التقنيات الرقمية وفقا لأعلى المعايير المعتمدة، وذلك تماشيا مع خطة التحول الشاملة التي أطلقتها مؤخرا سعيا لخلق الأثر الاقتصادي الأكبر وتحفيز المؤسسات على توظيف دعم تمكين في الاستثمار والتوظيف والتدريب. أحب أثني على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان محمد آل خليفة اللي وجه كل الجهات الحكومية لتبني مبادرات تساعد وتعزز مبادئ رفع كفاءة وجودة خدمة العمل الحكومي، بالإضافة إلى تبني مبادئ الابتكار والإبداع والتميز. ولا شك احنا جدا فخورين في تمكين بحصول مركز خدمة العملاء في مجمع السيف للمرة الثالثة على التوالي على جائزة تميز مراكز العمل الحكومي. احنا جدا سعيدين وفخورين بفوزنا للمرة الثالثة على التوالي في تصنيف الفئة الذهبية في تقييم ثلاثة لمراكز الخدمة الحكومية، وهذه راح يعطينا دافع لزيادة التطور وخدمة أفضل للعملاء في المستقبل إن شاء الله.